وللحديث عن أزمة نقص المحروقات الحادة في العراق والانتقادات لاستمرار البلاد بحرق نصف الغاز الذي ينتجه رغم أزمة نقص مواد التدفئة، معنا من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا بك دكتور صباح. يعني بداية، ما تبرير هذه الأزمة الحادة في وقود السيارات والمحروقات في بلد مثل العراق يعد موردا نفطيا رئيسا في منظمة أوبك؟ تفضل دكتور. تحية لكم. حقيقة ما يحصل بالعراق هي حالة تراكمية لأولا ضعف الجهاز الرقابي والإداري في شركات تسويق المنتجات النفطية التابع لوزارة النفط، هذا الجانب الجوهري والأساسي، وينعكس بمعاناة حصول الفرد على حصته أو حقوقه من المشتقات النفطية المختلفة. لذلك من الضروري جدا مسك عمليات التهريب ومسك الحدود والمنافذ التي يتم تهريب كثيرا من المشتقات الى خارج العراق، او ان يتم عمليات تعطيل عمليات التوزيع لخلق حالة من الارباك الذي يؤدي إلى بيع المشتقات والمنتجات في السوق السوداء. هذا هو الجوهر الأساسي. الحلول حقيقة في هذا الجانب هي حلول مركبة. من الصعب جدا أن نبدأ بنقطة معينة ونترك النقاط الأخرى. لكن ما مصداقية ربط هذه الأزمة والنقص بالمحروقات بحجة عدم استقرار سعر الدولار في العراق؟ إلى أي مدى تتحمل الحكومة ووزارتا التخطيط والنفط هذا الفشل الحاصل؟ حقيقة الارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي هي خطوة كارثية على الفرد العراقي الذي أخذت من حصته ودخله الشهري بحدود حوالي 20 إلى 25% أو أكثر، وهذا سبب انخفاضا كبيرا في عائدات الفرد وبنفس الوقت قدرته الشرائية، ولذلك ازدادت حتى نسبة الفقر بالعراق خلال هذا العام. لذلك من الضروري جدا أن عمليات وإيصال المشتقات النفطية بكل أشكالها لاحتياجات الفرد يجب أن تكون ضمن دوائر الدولة بعيداً. نعم دكتور، لكن ماذا عن يعني تقصير أو ما الذي تتحمله الحكومة ووزارتا التخطيط والنفط؟ هل يتحملون هذا الفشل الحاصل بإدارة الملف النفطي في البلاد؟ لا شك في ذلك، هناك عمليات هدر لكثيرا من الثروات النفطية ومنها الغاز. يعني تتحمل وزارة النفط من 2003 ولغاية الآن تتحمل مسؤولية خسائر العراق التي تقدر بأكثر من 250 مليار دولار من 2003 ولغاية الآن، رغم أن العراق في اليوم ينتج بحدود حوالي 4.5 إلى 4.750 ألف برميل يوميا من النفط، ورغم عمليات أسعار النفط التي تتراوح صعودا ونزولا خلال 18 سنة الماضية، لكن رغم ذلك هناك إيرادات كبيرة جدا بإمكان وزارة النفط أن تعمل على تنظيم كل شكل من أشكال عمليات التوزيع للمشتقات النفطية سواء البنزين أو الغاز أو غير ذلك. طيب دكتور صباح، يعني لماذا لا يقوم العراق بنفسه بإنشاء منشآت إنتاج المشتقات النفطية بدلا من اللجوء إلى استيرادها؟ أو بمعنى آخر، لماذا تغيب مثل هذه المشاريع والأفكار عن خطط الحكومة؟ هنا كثيرا من العناصر المعشعشة الفاسدة المستفيدة من عمليات عدم تطوير الانتاج بكل أشكاله سواء المشتقات النفطية أو غيرها، اعتمادا على عمليات الاستيراد التي تدخل فيها حالات من حالات الفساد والسرقة للثروات والمال العام.
هذا هو الجوهر الأساس ومعشعشة وموجودة في مفاصل وزارة ليس النفط فقط وإنما معظم الوزارات تقريبا التي تعمل على توريد المواد واستيرادها من الخارج وبإمكانها أن تنتج محليا كوزارة الزراعة والصناعة وحتى الخدمات وكذلك أيضا وزارة النفط. حاليا وزارة النفط كي تضع يافطات جديدة أمام المواطن العراقي في إقناعه أنها تبحث مع وفود وشركات عالمية وتضع تقديرات المليارات لإقامة مشاريع لكنها لغاية الآن لم ترى النور هذه المشاريع حيث انفتحت على العربية السعودية وشركة أرامكو باستثمار الغاز الحر الموجود في مناطق مختلفة من العراق وخاصة في المناطق الغربية وكذلك أيضا حقول المنصورية شكرا. والجنوب والغاز المصاحب مع شركة توتال بتكلفات عالية جدا تقدم بعشرات المليارات. وصلت الفكرة، نكتفي بهذا القدر. دكتور صباح علو خبير والباحث الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.